بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة فقهيات صيام ست من شوال. العنوان ديال هذه الحلقة المجيزون صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان ودليلهم. معنى هذوك اللي قالوا دايز الراجل والمرأة اللي كلاو بعض الأيامات في رمضان وجا دابا شوال باش يصوموا ست أيام ديال شوال قبل ما يقضيوا داك الأيامات اللي كلاو في رمضان. تروينا الإمام مسلم في الصحيح وغيره عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فشحال من مرأة كانت فترات بسبب العادة الشهرية أو نفيسة فترات وبالتالي زال العذر أو مريض مرض تيقتضي باش ياكل بعض الأيام في رمضان، وحيت جا شوال زال العذر ديالو وتيسول واش يمكن ليا نصوم ست أيام ديال شوال باش ندي هاد الأجر هذا، ولكن مازال ما عنديش الاستعداد باش نقضي ديك الايامات اللي تتسالي ديال رمضان. بناو هادوك اللي جوزوا الجواب ديالهم على واحد الدليل ولكن قائم على الاحتمال، معنى ما كاينش صراحه في وسط الحديث بانه راه جائز باش غادي يطبقوا ست ايام على القضاء، ما فيهش القطع كما اعتقدوا هما. وهما تيستدلوا بحديث مولاتنا عائشه رضي الله عنها اللي موجود في صحيح البخاري عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان تيكون عليا الصوم من رمضان وما تنستطعش باش نقضي هذيك الأيامات إلا حتى شعبان. معنى تيدوز عندها 10 شهور أو 11 شهر حتى تيجي من شوال حتى شعبان عاد تقضي. تيفسرنا يحيى في هاد المسألة هادي وهي دخل في الرواية ديال الحديث علاش؟ قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، معنى الاشتغال مولاتنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كانت مشغولة تتهيئ ليه راسها باش ما غاديش يكون هو عندها عارض ديال هاد الصيام هذا. حتى الوقت فاش تزير القضيه ما بقى ما غادي تزيد ليا شعبان. هادو تيقولوا التبرير ديالهم بهذا الحديث هذا علاش على جابوا هذا الحديث؟ تيقول لك ماشي من المعقول باش تكون ام المؤمنين مولاتنا عائشه رضي الله عنها الفقيهه والحريصه على المصارعه والزربه لكل فعل ديال الخيرات باش ما تصومش ست ايام ديال شوال وعاشوراء وعرفه وغيرها من الايام الفاضله وهي قضات رمضان في شعبان، فهذا تيقتضي الصوم ديالها ديال التطوع قبل القضاء، بمعنى انها هي وخرات باش تقضي عندها واحد السبب، ولكن هذا ما تيعنيش بانها حيت غادي تقضي حتى لشعبان راه ما غادي تصوم لا ست ايام شوال ولا عرفه ولا ثلاث ايام من كل شهر ولا الاثنين والخميس ولا، معنى غادي تكون تدير هذا الشيء هذا وهي الفقيهه المسرعه الى فعل الخيرات. هذا هو الدليل ديالو، ولكن هذا الكلام اللي قالوه ما منصوش عليه في وسط الحديث، وانما هذا احتمال اللي تيقتضي انه دايز باش المراه او الرجل مول العذر يسبق ست ايام الى ما قدش يجمع كاع داك الشيء كاع كله في وسط شوال، معناه يصوم القضاء ويصوم ست ايام شوال باش يصوم غير ست ايام شوال ويخلي القضاء حتى الوقت اللي تيسر ليه فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.